النفط والغاز وكل الخيرات وكل شيء كان للأمريكيين. الجيش في إيران ليس بيده أي شيء، لدينا 120 إلى 150 ألف مستشار أمريكي هم الذين يسيطرون على الجيش والقوات المسلحة. يعني أنت مش مسموح لك تفعل أي شيء داخل إيران، لا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا حتى في الثقافة ولا في السينما ولا في المدرسة ولا في أي شيء. أنت مجرد مواطن إيراني تقرر لك الولايات المتحدة الأمريكية. جاء الإمام الخميني ورمى بهؤلاء وإلى مزبلة التاريخ وأسس نظاما استطاع أن يقف أمام العقوبات والحروب والتهديدات والاغتيالات وكل ما استطاعت الولايات المتحدة والغرب كله مع الولايات المتحدة أن يفعلوا، أن يصمد هذا النظام بفعل أول شيء يعني إرادة الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك بالدعم والتضحيات التي قدمها الشعب الإيراني، وإلا مش كان ممكن أن يبقى هذا النظام على الإطلاق. يعني أنت تصور الولايات المتحدة الأمريكية ماذا فعلت في الاتحاد السوفيتي، ماذا فعلت في دول عديدة عندما عادت الولايات المتحدة، لماذا بقي هذا النظام؟ دعم إلهي، وبعد ذلك دعم من شعب كان مستعد ولا يزال مستعد لأن يقدم حقيقة يعني كل التضحيات من أجل أن يحافظ على هذه الثورة التي يعني رفعت رأس الشعب الإيراني. لا كانت لا قيمة للشعب الإيراني في العالم، لا قرار له مستقل، لا يستطيع أن يعني حتى البرلمان اسمه كان برلمان ولكن القرارات تتخذ في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية.